تاريخ يشرع أبوابه للمرأة في إدارة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وحادثة طريفة تواجه الحكم خلال إحدى المباريات. موكانسانغا امرأة تحدت جميع الأعراف وكسرت القواعد، فكانت أول امرأة تدير مباراة للرجال في كأس الأمم الأفريقية، وإلى جانبها مساعدتها المغربية بشرى كربوبي كحكم في إدارة تقنية الفيديو من خلف الشاشة. شهدت مباراة منتخب غينيا وزيمبابوي في العاصمة الكاميرونية ياوندي في جولتها الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية على تحكيم طاقم نسائي بالكامل، إذ أضيف للسيدتين المذكورتين سيدتان هما الكاميرونية كارين آتيمزابونغ وفتيحة الجرمومي من المغرب، اللتان حضرتا كحكمتي راية. انهمرت دموع موكانسانغا فرحاً خلال مقابلة صحفية معها، معبرة عن سعادتها لتحقيقها هذا الإنجاز في رصيد المرأة الإفريقية وبلادها. الجدير بالذكر أن الرواندية تمكنت من إثبات نفسها بتقديم مباراة عدت جيدة جداً وفرضت نفسها بتدخلاتها في الوقت المناسب، إذ اضطرت لرفع البطاقة الصفراء 6 مرات وكانت جميعها مستحقة دون أي شائبة. وفي سياق الحديث عن البطاقات الصفراء، تعرضت الحكمة لحادثة طريفة أثناء إدارتها المباراة، إذ أنها لم تعثر على البطاقة في جيبها حين أرادت إشهارها في إحدى المرات ليلتقطها أحد اللاعبين عن الأرض ويعيدها إليها. هذه المشاركة النسائية اللافتة أثارت استحساناً واسعاً في الصحافة العالمية والمنظمات النسائية والحقوقية، وهي تأتي كنقطة إيجابية لصالح دولة الكاميرون في ظل الأزمات التي تعرضت لها مؤخراً.